لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. باسكل من فريق الوداد ونادي الأهلي المصري على موعد مع مقابلة للصاريخ في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. وكان قد تأهل فريق الوداد إلى المقابلة النهائية بعد فوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي في الدور النصف النهائي، ليحسم بذلك التأهل إلى النهائي ضد فريق الأهلي المصري. من جانبه ضمن فريق الأهلي المصري التأهل إلى النهائي بعد انتصاره على وفاق سطيف الجزائري في الدور النصف النهائي، ليحسم بذلك التأهل للمرة الثالثة على التوالي إلى المقابلة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم 30 من شهر ماي الحالي على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الثالثة بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.